الشخص اللي بيلحد بيلحد ليه؟ بص يا فندم، بتختلف حسب المرحلة العمرية. في بيلحد وهو في مرحلة المراهقة، ده الأكثرية، في تلاتينات، في أربعينات، خمسينات، ده أكتر حاجة يعني بنشوفها. لما بنيجي نشوف المراهقين، سبب الإلحاد الأساسي حاجة من اتنين: سوء العلاقة مع الأب، أو الإفراط في التعامل مع السوشيال ميديا مع إهمال من الأسرة. ناخدهم بإزاي، إيه اللي بيحصل ده بالنسبة للمراهقين؟ تمام. فدايما العلاقة مع الأب هي اللي بتحدد. بنشوف حاجات كتيرة جدا، إن الأب لما بيكون علاقته سيئة بأولاده، الأب العنيف، الأب المتسلط على أولاده، وبيحاول يفهمهم إن كل حاجة في الدين إجبار، بيتعامل معاهم الصلاة إجبار، الزكاة إجبار، الصوم إجبار، فبالتالي هم ما بيفهمهمش ليه. يعني الضغط بالدين في البيت من الأسرة يخلي الأولاد ممكن حد فيهم يلحد؟ هنا الولد بيجي عملية تصادم مع الأب، فالأب هنا دايما بيلح عليه في حتة إيه؟ روح الجامع، روح الكنيسة. طب أنا هرفض أروح الجامع وهرفض أروح الكنيسة، فبتسيطر عليه فكرة طب أنا ملحد، علشان يخرج بس بره الموضوع، يخرج يعني بره الموضوع، ويبدأ يقرأ بقى. وهي لما تدخل تقرأ الجروبات بتاعتهم، تلاقي هو كلام واحد بيرددوه ونفس الإجابات بيرددوها، كلهم هي نفس الإجابة اللي في التجمعات بتاعتهم. طب قول له في المسلمين قول كذا، عند المسيحيين قول كذا، هم كلمتين مكررتين ما بيطلعوش بره. فالكلام ده بيبقى متناسب مع اللي هو عاوزه كشاب. في ناس بتبقى فكرة الإلحاد فكرة وسواسية، ودي اللي ما بناخدش بالنا منها، ان في واحد بيبقى هو عنده مرض وسواس قهري، ففكرة ان انا ملحد هي فكرة ملحة مسيطرة، انا ملحد انا ملحد، احيانا بيبقى هو رافضها. وهنا بنقول ان ده هنا في مرض، في انا رافض الفكره ولكن انا مصر ان انا ملحد، وانا فهنا بيبقى في صراع. طبيعه الملحد ان هو كثير النزوات؟ مش شرط، لا يعني بص، هي شخصيات. في واحد بيروح للالحاد نتيجه قراءات خاطئه، وخصوصا مع انتشار السوشيال ميديا، وانا اسف، في جروبات موجوده بتكتب عن الالحاد، في ناس بتدخل وهي غير مستعده لده. يعني دايما انا عندي استعداد للقراءه في شيء ما بدخل، لكن ما عنديش العنصر اللي دافع بيه عن نفسي او اثبت بيه افكاري. فلما بدخل في المواقع دي للاسف بنزلق وراء الافكار بتاعته، لان بدخل في حته الشكابول اللي هي الشك. طالما دخلت في الشك، اما بهرب وبرجع الى الصواب او بستمر في الخطا. الملحد مقتنع بوجود ربنا فعلا ولا مش مقتنع يعني، بس بيحاول ان هو ايه يلاقي مخرج ان هو يعيش براحته شويه في حياته يعني؟ ما زي ما قلت لحضرتك، في شخصيات منهم بتهرب من مجرد التفكير في العقاب والحساب، فيقول لك اصل ما فيش ربنا، لكن لما تحت ضغوط يقول لك ربنا معانا، حتى وانت بتتكلم معاه بيبقى بينطق صحيح، بينطق بيقول لك باسم الذات الالهيه او باسم الرسول عليه السلام او باسم السيد المسيح، وهو بيتكلم معاك. معنى كده ان هو على يقين، مدرك وعلى يقين، وده دليل ان دايما لما بيجي الواحد منهم مثلا اقعد معاه بقى يتكلم معايا، يجي في وسط الكلام يقول لي اصل قالوا لي في الكنيسه كذا، اصل الشيخ قال لنا كذا. طب انت مقتنع بالكلام ده؟ يروح ساكت وبعدين يبتسم ويقول اصل يا دكتور يعني ايه، اصل في كلام تاني بيقول. ما الكلام يا ابني، انت الكلام التاني اللي بيقول ده انت النهارده ما تسمعوش غير لما يكون عندك رد منه. يعني ارجع لاهل الدين، ارجع للي هو له صفه دينيه يقدر يجاوبني على السؤال ده، واساله، هتلقى لكل سؤال مخرج واجابه. اكتر فئه عمريه من الملحدين المراهقين، من سن كام لسن؟ يعني نعتبرهم من 14 لغايه 25 سنه. هل الشباب ممكن يدخل الالحاد على اعتبار ان هو موضه في الفتره الحاليه؟ بص، في بعض الشباب بيدور على الترند، حتى الترند على نفسه، ان هو يشوف نفسه في صوره متغيره عن الاخرين، مختلف، فبالتالي هو بيدور على حقيقه لفت انتباه لاسرته، تصادم مع اسرته، خوفا وهروبا من اسرته في عقاب لشيء معين. طب انا ملحد. الرغبه في الاختلاف لمجرد ان انا موجود، انا ليا كان انا موجود، عشان يصطدم مع الاهل، وهتلاقي ده بيصطدم مع رئيسه في الشغل، وبيصطدم مع رجل المر في الشارع، وبيصطدم مع الناس جيرانه، اي حد بيمثل له سلطه هيصطدم معاه. الوحده ممكن تخلي الشخص يلحد؟ لا لا،
بس الوحدة ممكن تاخدني للانطوائية والاكتئابية شوي، لكن بالعكس أنا لما بكون لوحدي دائما بفكر في الذات اللي هي إنقاذا للي أنا موجود، إنقاذا من اللي أنا موجود فيه. إزاي أعرف إن في حد من ولادي ملحد؟ بص يا فندم، زمان يعني عشان رجل يعني عجوز شوية اتأملت مع القصص دي مثلا من 30 سنة، كانوا زمان بيتعاملوا بسرية تامة الأولاد بينه وبين نفسه، ملحد كانوا كلهم شباب يعني ما كانش فيه مراهقين، ما كانش فيه سوشيال ميديا، فكانوا كلهم مراهق يعني كبار، إما كانوا بيسافروا بعض الدول الشرقية للتعليم هناك فكانوا بيتعلموا بعض المبادئ بتاعت الشيوعية فبيدخلوا منها على الإلحاد، أو قراءات في المركزية كارل ماركس، ومع أن كارل ماركس كان يهودي يعني، ولكن كان بيدور على المركزية وتوزيع الثروة والكلام ده، فكانوا بياخدوا منها حتة يعني من القراءات أيوة. لكن دلوقتي أنت عندك السوشيال ميديا متاحة لكل الأجيال، فالعيال بتقرأ، وخصوصا في فيديوهات بتنزل بلا رقيب. في انذار معين اقدر اعرف منه ان ابني لا داخل في الموضوع ده او بنتي؟ في بعض منهم مش كلهم، اللي بيبقى مقتنع قوي مقتنع بالحاده ما بيحاولش يظهر ذلك، لكن اللي بيحاول يظهر اللي هو عايز يصطدم معاك عشان بيقول لك بصرخه انا عايز حد يفهمني، فقلت له مثلا طب روح الجامع، لا مش رايح، طب روح اعمل كذا، لا مش عامل، اصل ما فيش ربنا، وده كله بيبان ان هو عادي مش عايز يصلي، هو عايز يقول لك كلمني فهمني بس بصوره لا اراديه. لو ابني او بنتي الحدوا ارجعهم ازاي؟ انا لو ابني او بنتي اكتشفت ان هو ملحد، اول حاجه لا عقاب، ودي نقطه بركز عليها، مفيش عقاب، لا تضرب ولا تشتم ولا تيجي همنعك من كذا اصبر اهدى على نفسك خالص. انا كأب وام بنراجع نفسنا ايه اللي احنا عملناه وصل ابننا وبنتنا لكده، هل احنا كنا عناف معاه، هل احنا كنا شداد معاه، هل احنا كنا مقصرين في النواحي الدينيه معاه، هل احنا ما فهمناهوش الدين صح، ودي النقطه المهمه، ان انا احيانا بجبر ابني على حاجه وانا ما بقنعوش بيها، يعني صلي، طب اصلي ليه، هتصوم ليه، هنروح للحج ولا عمره، هنروح ليه، لازم افهمه، احنا لما بنروح الكنيسه ليه، بنروح نتناول ليه، كل الكلام ده لما الطفل بيفهمه بيرتاح، دي اول حاجه. نمره اتنين، ابدا خلاص شفت نفسي وصلحت من نفسي، انا اللي اصلح من نفسي قبل ما اصلح قبل ما اصلح من ابني. نمره اتنين بقى ابدا اسمعه، هتلاقي عنده هو تساؤلات بيسمعها على السوشيال ميديا، عايز ردود، احيانا انا ما عنديش الاجابه دي، ما انت برضو لما بتيجي تطلق لذهنك العنان في الكلام عن ربنا بتيجي عند نقطه معينه وتقول استغفر الله العظيم ووقف هنا، يبقى اخده لاهل الدين، ممكن اخده المسجد، اخده الكنيسه، هناك من يفهم ويعي كيف يتعامل معه، هيكلمه، هيتناقش معاه بهدوء، هيوصل له الجزئيه الدينيه اللي انا عجزت ان انا اتكلم فيها. دي حاجه، ان هو بيتعمد ان هيوصلك في حته انت ما تلاقيش اجابه، ان ده اللي موجود على السوشيال ميديا، صحيح، ده اللي بيقراه في الجروبات، هو عايز يقنع ان هو يعني يجهد اهله ذهنيا، لا انا مش هجهد، انا عند النقطه دي انا هرجع لاهل العلم. نيجي بعد كده نشوف هو بقى، هل هو في تغيرات نفسيه، هل هو عنده وسواس قهري، هل هو عنده اكتئاب، هل هو عنده اضطرابات نوم، اضطرابات اكل، اضطرابات سلوكيه اخرى مصاحبه، دي اهل العلم يعني يسيبها لنا احنا كاطباء بنتعامل معاه، ما فيش الكلام ده، لا بنتعامل بالصوره السهله اللينه معاه بدون ما نتشدد عليه نهائي. اذا عاقبته يحصل ايه؟ بص يا فندم، هنوع العقاب، انا النهارده انا الولد عندي الحد تصادما معايا، هو رفضه ليه؟ اكيد الاب هيصور، الام هتصايت، هتقاطعه، يعني حاجه الاب صار زياده، طب ما انت صرت ووصلته لدي، لما صور زياده هل ده هيرجعه؟ مش هيرجعه، بالعكس بيأكد له الفكره. طيب الاهل لازم يبادروا ان هم يتكلموا مع الولاد في مساله الالحاد؟ طبعا، كل لما بترجئ الكلام فيها او بتسيبها للاستمراريه بتثبت الفكره. المبادرة دي في الأول خالص من أولها كده، علشان يعني إن الموضوع ده خطر ويتكلموا معاهم؟ لازم، إن بص يا فندم كل لما بتتركها ما استناش تحصل، لو يعني بص هي من الأسهل في الأول إيه؟ العلاقة بين الأب والأم في البيت علاقة سهلة بسيطة، في خلافات، كل بيوتنا فيها خلافات، ولكن الخلافات دي مغلقة وراء أوضة النوم. شكرا جدا دكتور، شكرا ليك. تحياتي.